تحاول انك يكون الرقم القياسي ديال هذا التدور الرقم اللي حققتي خلال الدوره الماضيه اي دقيقه و28 ثانيه. تفضل السي عباس. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. حسن العباسي، مدينه الدار البيضاء، منتخب البحرين. صراحه السباق كان صعب شيئا ما، أن كانت هناك منافسه من طرف عدائين يعني مغاربه واجانب. الحمد لله انا كنت عازم يعني باش نحطم الرقم القياسي لهذا المطاف، والحمد لله يعني مشيت واحد الايقاع يعني ما لقيتش مساعده حتى الخط النهايه. فرضت واحد يعني واحد الايقاع اللي يناسبني حتى الخط النهايه، ورغم ذلك ما لقيتش منافسه في العشر كيلومترات الاخيره تقريبا. وتنشكر. واش المنافسه اللي ربما هبطت الريتم ديالك، ولا ربما الظروف المناخيه او المسار؟ لان انت المسار عارفه بطبيعه الحال، عارفه اكثر من الاخرين وخابره لانك دزتي منه السنه الماضيه. يعني صراحه العشر كيلومترات الاولى كانت يعني جيده، اما بعد العشر كيلومترات التاليه يعني الايقاع انخفض شيئا ما. يعني وحاولت راسي ناخذ الايقاع حتى الخط النهايه، يعني ما لقيتش مساعده في الكيلومترات الاخيره. الحمد لله فرضت واحد الايقاع اللي يناسبني يعني حتى نوصل الخط النهايه، وانا كنت عازم باش نحطم رقم قياسي اللي كان عندي السنه الماضيه في هذا المطاف هذا. وصراحه تنشكر البطل العالمي هشام القروج على هذا العرس الرياضي وعلى هذا الحفل الرياضي، وتشكر الناس كاع كل من شجعني اجمعين والصحافه وناس مدينه بركان، وشكرا. واش غتبقى بالنسبه لك انك تواصل حسن العباسي حتى تمكن انك تحقق الرقم القياسي ديال هذا التظاهر هذا؟ ان شاء الله انا عندي طموح ان شاء الله نلعب يعني اقل من هذا الوقت هذا، يعني الى كانت منافسه قويه نعازم ان شاء الله باش نحطهم رقم قياسي. اذا شكرا حسن العباسي، ونتمنى لك التوفيق بطبيعه الحال في